أخبار المهرية باختصار، حياكم الله. قتلى وجرحى بانفجار عبوات ناسفة استهدفت دوريات مسلحة تابعة للانتقالي في محافظة أبين. العبوات انفجرت في وادي عمران الذي بات محطة استهداف دائمة للدوريات العسكرية. مقتل وإصابة عدد من أهالي مديرية حزم العدين بمحافظة إب برصاص حملة حوثية استهدفت مناطقهم. واندلعت اشتباكات في المديرية إثر خلافات بين الحوثيين ونجل أحد المشايخ بالقرب من منطقة الغياط. إحصائية أولية تكشف عن فقدان وتضرر العديد من اليمنيين في المناطق التي تأثرت بالزلزال جنوبية تركيا. الإحصائية أشارت إلى فقدان شخصين وتضرر 54 يمنيا في 7 مدن تركية. أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليز يتلقى عرضا للتدريب في نادي ليدز يونايتد هذا الموسم. راؤول رفض العرض كما لم يقبل عرض أستون فيلا، ويهدف لتولي تدريب ريال مدريد حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي. رجل مخمور في موسكو يحاول سرقة الجثة المحنطة لأول مؤسسي الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين. الرجل ألقي القبض عليه بعد تسلقه الحواجز ومحاولته دخول المبنى الذي يخضع لحراسة مشددة خارج أسوار الكريملين. إلى اللقاء باختصار جديد.